تتشرف بغداد السلام بزيارة فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. هذه الزيارة التاريخية التي تجسد الكثير من المعاني التي جمعت البلدين ومشتركات عديدة وتقارب جغرافي وثقافي ودين بين الشعبين الجارين، وبحضور السادة الوزراء الأشقاء أصحاب المعالي من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. يتفضل السادة عن جمهورية العراق السيد رزاق محيب السعداوي وزير النقل، عن الجمهورية التركية عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنى التحتية، عن دولة الإمارات العربية المتحدة السيد محمد المزروعي وزير الطاقة والبنى التحتية، وعن دولة قطر السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. فليتفضلوا بالتوقيع.